أحييكم مشاهدينا في خلال هذه الساعة والتي نتابع من خلالها أهم وآخر التطورات الخاصة طبعا بتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. التدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. كل مولاد صغار وبنات صغار. حماس. غزة is becoming a graveyard. وقف إطلاق النار بغزة. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. في التفاصيل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته ستدخل رفح الفلسطينية للقضاء على حماس، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل المحتجزين أم لا. وقال نتنياهو إن إجلاء الفلسطينيين من مدينة رفح بدأ استعدادا لعملية قريبة هناك، وأشار إلى أن احتمال التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين ضئيل، وأن إسرائيل لن تقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة. وحول كل هذه المعطيات معنا من الناصرة دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. دكتور سهيل، أتوقف إذن معك وهذه التصريحات المستحدثة لنتنياهو عن إصراره دخول رفح الفلسطينية سواء تم الوصول إلى صفقة أو لا، ولو أنه وصف الوصول لها بالغير سهل، ما الذي رشح من معلومات حول ما يناقش الآن في تفاصيل الصفقة إسرائيلياً؟ تحياتي لك بداية ولجميع المشاهدات والمشاهدين. صراخ نتنياهو هو على قدر الوجع والورطة الذي وصل إليها، ليس فقط أمام الرأي العام العالمي، ليس فقط أمام الوضع الإقليمي، ليس فقط أمام الولايات المتحدة، وإنما هو موجوع ومتورط أيضا أمام المجتمع الإسرائيلي نفسه، أمام نضالات واحتجاجات أهالي الأسرى، أمام النخب السياسية والعسكرية والتي تضع النقاط على الحروف بالذهاب إلى صفقة وليس إلى اجتياح رفح. فلذلك هذا صراخ يعبر عن قدر الوجع. الأمر الثاني، كل المؤشرات غير نتنياهو تشير إلى أن الأمور آخذة باتجاه التهدئة بعد يعني أن تراجعت إسرائيل عن نقطتين كبيرتين في المفاوضات وتجاوبت مع المقترح المصري بهذا الخصوص. أولا وافقت على الانسحاب من محور نتسريم، والنقاش ما زال ما بين 500 متر أو 1500 متر الانسحاب إلى هناك. والنقطة الثانية العالقة والتي يعني لن تكون سببا بالفشل بنهاية الأمر هي عدد الأسرى من الطرفين في المرحلة الأولى، وهل تهدئة مستدامة طويلة الأمد كما كتب في المقترح المصري أم إنهاء للعدوان نهائيا يعني وهذه الأمور من الممكن بحثها حتى بالمرحلة الثانية. فلذلك أراد نتنياهو بهذه التصريحات أمرين: الأمر الأول تبريد أطراف حكومته اليمينية المتذمرة، وعلي أن أشير إلى يعني خبر غير منقول حتى الآن في وسائل الإعلام أن سموتريتش أعلن عن جلسة لكتلة الكتلة البرلمانية له بعد ظهر اليوم مغلقة بدون صحافة، ويريد أن يدلي بتصريحات كما وصفها هامة ومفصلية بعد هذا الاجتماع. لا نعرف يعني بأي اتجاه ذاهب، ولكن واضح باتجاه الضغط
هل يتوقع انه استعداد للضغط على نتنياهو؟ لانه كان خرج قبل ايام وصرح بهذه التصريحات، يعني قال بانه اذا ذهب نتنياهو الى صفقه ولم يذهب الى اجتياح رفح ستكون الحكومه بمثابه حكومه منتهيه. هل باعتقادك سموتريتش ذاهب لتطبيق هكذا سيناريو؟ أولا هذا التصريح صحيح وراجع خلال اليومين الأخيرين وكانت هناك ردود فعل عليه، ولكن هو يتحدث عن خطوة عملية بعقد جلسة للكتلة لاتخاذ قرار بهذا الموضوع، وهذا يعني وسيلة ضغط إضافية، ولكن برأيي بنهاية الأمر لن يفعل أي شيء بهذا الموضوع، لأن سموتريتش لن يجد أي حكومة أفضل له من هذه التركيبة القائمة، لا في الماضي ولا في المستقبل لن تكون حكومة مستقبلية تعطيه كل هذه الصلاحيات والإمكانيات سياسيا أيديولوجيا وماديا. فلذلك لا أتوقع أنه ذاهب إلى هناك لهذا السبب، خاصة وأن هنالك أكثرية في الكنيسة فيما إذا أحضرت صفقة تبادل الأسرى، لأن المعارضة أعلنت رسميا أنها ستصوت كاملة إلى جانب الصفقة، ولبيد قال أن 24 عضو كنيسة من حزبه مستعد أن يعطي غطاء كاملا لنتنياهو فيما إذا أحضر صفقة تبادل الأسرى. ولكن هناك سبب إضافي لتصريحات نتنياهو، وهي إضافة إلى تبريد أطراف الحكومة المتطرفة، هو أنه يريد أن يظهر أمام المجتمع الإسرائيلي أنه متعنت، وفي حالة وصول إلى صفقة يريد أن يجير هذه الصفقة حتى ولو أنه عارضها ويعارضها حتى الآن، إلى أنه لولا تعنتها ولولا وقوفه على الحرف والكلمة والرأي ومصالح ما يسمى مصالح الإسرائيلية لما كانت وصلت صفقة من هذا النوع. هذا ما يريد أن يحضر له نتنياهو، وبرأيي أن هذا يدلل أكثر وأكثر أن نتنياهو يعني الملك عاريا، أصبح وحيدا في موقفه بكابينت الحرب، في النخب السياسية، في الإعلام الإسرائيلي، وبكثير من المجتمع الإسرائيلي بهذا الموضوع. لكن كل المعطيات باعتقادك هي ذاهبة لصفقة جديدة دكتور سهيل، ولو أنه في كما ذكرت تغيير لتفاصيلها حسب هذه التصريحات لنتنياهو، لكن ما بعد الصفقة كيف ستكون الحسابات؟ بعد الصفقة سيحدث عدة أمور. الأمر الأول، المحاسبة الداخلية في إسرائيل ستتعمق ويتعمق التمزق الداخلي ورفع الصوت إلى أعلى لانتخابات سريعة وإمكانية حتى انسحاب أيزنكوت وغانس من أجل التحضير لانتخابات قادمة لإسقاط نتنياهو. هذا على المستوى الداخلي، وتبدأ الاستقالات وسلسلة الاستقالات من أماكن عديدة. ولكن النقطة الأهم الخارجية هي، وهذا ما يخشاه أيضا نتنياهو، وبرأيي أن هذا أحد الأسباب لعدم رضاه على صفقة أو أي تهدئة أو أي عد عكسي لإنهاء هذا العدوان، ليس فقط قضية الشخصية ومستقبله السياسي، هذا صحيح وهذا تحدثنا عنه طويلا، ولكن برأيي أن هناك سببا سياسيا أيديولوجيا. نتنياهو يرفض رفضا قاطعا أيديولوجيا وسياسيا وتاريخيا، وبنى كل حياته السياسية على أن لا تقوم دولة فلسطينية مستقلة بأي شكل من الأشكال، لا بقطعة ولا بقطعتين ولا بالضفة ولا بالضفة وغزة والقدس ولا بأي شكل، لإقامة شيء مستقل فلسطيني في بين النهر والبحر. حتى لو ربط ذلك الأمر بإقامة علاقات طبيعية في المحيط العربي دكتور سهيل؟ برأيي أن إذا وصل الأمر إلى نتنياهو والأطراف الحكومة الحالية ما بين أن لا تقوم دولة فلسطينية مستقلة مقابل أن لا تكون علاقات إقليمية مع أحد، هو يفضل عدم إقامة دولة فلسطينية كأفضلية أولى. هو كان يفضل بالسابق قبل 7 أكتوبر تفاهم إقليمي على حساب تهميش القضية الفلسطينية، وهذا ما لم ينجح.
وبرأي زيارة بلينكين الأخيرة إلى الرياض أمس وأول أمس، رأينا الجواب العربي الشامل من مصر ومن الأردن ومن السعودية ومن قطر ومن الأطراف جميعها تقول لبلينكين أن على سبيل المثال تحييد التناقض وبإقامة ما يسمى حلف ناتو عربي مقابل إيران على حساب وقف الحرب في غزة كتناقض أساسي، نحن نرفض هذا التوجه وجوبها هذا التوجه بالبرودة، دعيني أقول بشكل ناعم، وهو أكثر من برودة من الجانب العربي الشامل، وهذا أمر مهم. وبلينكين التقط هذه الرسالة أن كل الأمور تعتمد على وقف العدوان على غزة أولا، والذهاب وليس فقط وقف إطلاق النار، والذهاب إلى حل تاريخي جذري لكل ما جرى خلال 75 عام الأخيرة، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالضفة وغزة وعاصمتها القدس العربية. طيب دكتور سهيل، أعود معك لتفاصيل أكثر حول رفح الفلسطينية والتي أراد نتنياهو أن يربطها بتحقيق أي يعني تسهيلات فيما يخص الصفقة الجديدة، وكأنه يخاطب ود اليمين المتطرف في حكومته. هل هو قادر فعلا نتنياهو بكل المعطيات الحاصلة دوليا والرافضة أيضا عربيا لدخول رفح الفلسطينية، هل هو قادر على دخول رفح؟ من الناحية الرسمية الدستورية القانونية في إسرائيل هو قادر. سؤال، كيف نحلل الأمور بما يتعلق في اجتياح رفح بالظروف الحالية المتغيرة منذ أسبوعين حتى الآن؟ انظري ماذا يجري في الولايات المتحدة والجامعات، انظري ما يجري في التمزق في داخل المجتمع الإسرائيلي. قضية اجتياح رفح تحولت بالأسبوعين الأخيرين من فرصة لنتنياهو للتلاعب بين الملفات، وطارة للتهديد وطورا لمنع صفقة، ومرة ثالثة لفتح جبهات جديدة إما بالشمال الإسرائيلي مقابل حزب الله وإما مع إيران، تحولت قضية رفح إلى معضلة الآن لنتنياهو. علينا أن نعي بالأسبوعين الآخرين تحولت قضية رفح لمعضلة كبيرة لنتنياهو، لأنه ليس فقط عليه أن يواجه الكثير من القوى العالمية والإقليمية، وإنما في الداخل الإسرائيلي أهالي الأسرى والجمهور الواسع أوضح الصورة نهائيا أنهم يريدون صفقة ولا يريدون رفح. انظري رسالة 400 أهل من أهالي الجنود الذين يخدمون في قطاع غزة والمعد إدخالهم إلى رفح، أرسلوا رسالة أمس نشرت في هآرتس تقول أننا لا نريد ولن نقبل أن نرسل أبناءنا إلى مقتلة وإلى الموت في رفح من أجل مصالح نتنياهو الشخصية. انظري إلى العديد من التحركات، ليس فقط من النخب السياسية في الداخل الإسرائيلي، وإنما من قيادات عسكرية جدية تقول أن لا حاجة بين قوسين أمنية لأي دخول إسرائيلي لرفح بهذا الشكل. فلذلك برأيي أن المسألة تحولت إلى معضلة، خاصة مع التغيرات العالمية في الداخل الأمريكي، وعلى الضغوطات الموجودة أمام النظام في الولايات المتحدة، وعلى ما يجري في داخل المجتمع الإسرائيلي. أمس مئات المجندات رفضنا العودة إلى الجندية بمهمة المراقبة والاستكشاف نتيجة ما جرى في 7 أكتوبر، ويقولون أنهم لن يعودوا إلى ذلك ويدفعون ثمنا غاليا. أكثر من 30 جندي أمس طلبوا عدم الدخول إلى إشراكهم بالدخول إلى رفح ويرفضون ذلك، والحديث يجري على عشرات ومئات آخرين لم يعلن عنهم ولم يدلوا برأيهم مباشرة. هنالك وضعا
يعني وضعا مأزوما غير مسبوق، وصل إلى الجيش وإلى الأماكن الأكثر حساسة في المجتمع الإسرائيلي. ستحول قضية رفح إلى يعني بما معناه إلى حلم فزع لنتنياهو ليل نهار. طيب من يمكن الآن أن يلتقط الخيط دكتور سهيل في الداخل الإسرائيلي ويوازن بين هذا العناد السياسي لنتنياهو وانصياعه إن صح التعبير لليمين المتطرف، وبين علاقات متوازنة مع الغرب ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تتململ بشكل كبير من هذه السياسة؟ الحل واضح ووحيد، ما قالوه مندوبين العرب في الرياض أمس لبلينكين، المفتاح بيد الولايات المتحدة، وإذا أرادت ذلك بأقل من 24 ساعة سيتم ذلك بوسائل عديدة، وشرحناها بالعديد من التحليلات والمقابلات والآراء، وسمعنا الكثير من الإمكانيات. هذا واضح، الأمور واضحة، الأمور واضحة، المفتاح الأساسي بيد متخذي القرارات في الولايات المتحدة. ولكن أنا لا أقلل على الإطلاق الداخل المجتمع الإسرائيلي. بداخل المجتمع الإسرائيلي حينما تنتهي هذه الحرب ويتوقف صوت المدافع العالية، سيكون هناك تغييرات جذرية بالوعي المجتمعي المتكامل حول مفهوم الأمن مقابل الحياة الكريمة في هذه المنطقة. وهنالك بوادر ومؤشرات عديدة تقول إلى أن حساب النفس لن يكون فقط للنخب السياسية والعسكرية، وإنما بالأساس لهندسة الوعي الجمعي بالمجتمع الإسرائيلي باتجاه إلى أين نحن ذاهبون. هل ذاهبون إلى الإبادة كما يريد نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، أم ذاهبون إلى أن نكون دولة متواضعة عادية تعيش بمحيط عربي وإسلامي بأمن وأمان، بعلاقات حسنة وجيدة كما كانت خلال مئات السنوات وآلاف السنوات الماضية؟ أشكرك جزيلا لكل هذه الإيضاحات من الناصرة دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بأن اجتياح القوات الإسرائيلية لرفح الفلسطينية عسكريا سيكون كارثة إنسانية، نافيا بدء عملية إجلاء الفلسطينيين منها. وأضاف لازاريني بأن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لإدخال المواد الغذائية إلى داخل القطاع، ومؤكدا بأن الوضع في قطاع غزة لا يزال معقدا ومقلقا. وأكد بأنه على الرغم من توافر المزيد من الإمدادات الغذائية في غزة خلال لكن الأمور لا تزال غير كافية، مشيرا إلى أن طواقم أونروا تتعرض لعراقيل كثيرة تحول دون أدائها عملها، وأن أكثر من 182 عاملا في مجال المساعدات الإنسانية قتلوا في قطاع غزة. هذا وجدد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل تحذيراته من مأساة جديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع. وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية، طالب متحدث الدفاع المدني بغزة بضرورة توفير بدائل إنسانية للمواطنين حتى يعيشوا في سلام وأمان، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع وإعادة الفلسطينيين إلى منازلهم. للأسف الشديد الواقع الصحي حتى في قطاع غزة واقع صعب وواقع مأساوي، وهذا الأمر ربما يعني يزيد من عملية المعاناة التي يعيشها المواطن، خصوصا في ظل استمرار عمليات الاستهداف للمنازل في قطاع غزة. هذه المعاناة تضاف إلى هذه المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطن، ولذلك يعني لابد حقيقة من إنهاء هذه الحرب. وإن كان هناك يعني عدم رضوخ من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذه الحرب وإعادة الناس إلى موطنها الأساسي داخل منازلها المقصوفة في قطاع غزة، لابد من توفير البدائل. يعني حينما نتحدث عن البدائل، ربما تكون كثيرة.
ونبقى على المستوى الإنساني، حيث أعلنت طواقم الإنقاذ والإسعاف بأن أكثر من 10,000 مفقود ما زالوا تحت أنقاض مئات البنايات المدمرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وأشارت كذلك إلى أن الضحايا غير مدرجين في إحصائية الشهداء بسبب عدم وصول جثامينهم إلى المستشفيات، مؤكدة في الوقت نفسه بأن البحث عن المفقودين تحت الركام بالوسائل البدائية يستغرق 2 إلى 3 أعوام، محذرة من أن تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تسرع من تحلل الجثامين. ومن رفح معنا مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر. بشير، إجمالا طبعا أقف معك عند آخر التطورات الميدانية والإنسانية، وإن كان لوحظ إجلاء للنازحين الفلسطينيين من رفح حسب وسائل إعلام إسرائيلية أو لا؟ تحية لكم. يعني بالفعل الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية، ولكن الاعتداءات الإسرائيلية هي في تصاعد مستمر ضد قطاع غزة بشكل عام. مدينة رفح لوحظ خلال تقريبا ما يزيد عن الشهر الماضي تكثيف لهذه العمليات ضد هذه المدينة، وهذا أيضا لا ينفي أن هذه المدينة طالما كانت تتعرض لعدوان على طيلة أيام العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لكن في الأيام الأخيرة هناك تكثيف لهذه الاعتداءات والقصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء متعددة من مدينة رفح، استهداف لمنازل المواطنين ولأراضيهم الزراعية من الطائرات الحربية الإسرائيلية، كذلك القصف المدفعي المتواصل باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح، وكذلك من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تقصف شواطئ مدينة رفح، حيث الاكتظاظ الأكبر للنازحين الفلسطينيين الذين يقيمون عشرات الآلاف من الخيام باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح تحديدا في منطقة المواصي. هذا القصف الإسرائيلي المتواصل ضد هذه المدينة لم يجبر السكان الذين يسكنون في هذه المدينة أو النازحين عن الخروج من هذه المدينة أو النزوح إلى مناطق أخرى. القليل من الفلسطينيين من عادوا إلى أماكنهم في وسط قطاع غزة أو في مدينة خان يونس، لكن النسبة الأكبر من النازحين ومن سكان هذه المدينة هم لا زالوا بالفعل في داخل مدينة رفح. أي تهديدات عملية عسكرية ضد هذه المدينة سيؤدي بالتأكيد إلى مجزرة وجرائم إبادة بحق الفلسطينيين الذين هم يكتظون في أصغر مساحة في قطاع غزة، وهي مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. بشير، أتوقف معك عند الأمور الحياتية والبيئية، خاصة ونحن مع درجات حرارة مرتفعة في أيام الصيف، شح في المياه النظيفة، وهناك أيضا أكوام كثيرة من القمامة ملقاة لكل هذه الأعداد من النازحين. كيف تبدو صورة التعايش اليومي من خلال كل هذه العراقيل؟ المعاناة هنا متفاقمة للفلسطينيين وخصوصا النازحين الذين يقتضون في رفح، فإلى جانب ما ذكرت من اكتظاظ لأكوام من القمامة ومياه الصرف الصحي، أيضا وجود العشرات من الشهداء وكذلك الأجزاء البشرية أسفل أنقاض المنازل المدمرة. ففي ظل ارتفاع لدرجات الحرارة بدأت هذه سواء للقمامة أو الرفات البشرية بالتحلل وإصدار روائح كريهة غطت على أجواء مدينة رفح، بالإضافة إلى تسببها بانتشار الحشرات والقوارض والأوبئة في صفوف الفلسطينيين والنازحين إلى هنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى فقدان المياه النظيفة. نحن نتحدث عن مياه متلوثة بنسب 100%، وبالتالي المعاناة هنا متفاقمة
للغاية. الفلسطينيون هنا يعتمدون بشكل أساسي في تسهيل أمور حياتهم على الشاحنات المصرية التي تأتي عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، والتي تمدهم بكل احتياجاتهم الأساسية من طعام، من مياه صالحة للشرب، من علاج، من دواء، من مستلزمات طبية، حتى الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات هو يأتي عبر جمهورية مصر العربية. هذه الشاحنات هي تشكل شريان حياة للمواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة، ولكن الأوضاع هنا بحاجة إلى استمرار والمزيد من هذه الشاحنات من أجل يعني وقف انتشار الأمراض والأوبئة وانتشار أو وقف المعاناة هنا في قطاع غزة. من رفح الفلسطينية مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر، شكرا جزيلا لك بشير. مشاهدينا، أنهينا معكم هذه المتابعة اليومية لكل التطورات الحاصلة في قطاع غزة في اليوم السابع بعد 200. على رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.